مرحب بكل مشاهدينا في ساعتنا الثانية من صباح الشروق، وفي الساعة الثانية دائما ما نتطرق لأهم الأخبار الواردة صباحا على موقع الشروق نت. داخل الاستوديو في كل جمعة حاضر معنا الأستاذ إمام محمد إمام، كاتب صحفي ومحلل سياسي وأستاذ الإعلام بجامعة العلوم الطبية والتكنولوجيا. أهلا ومرحبا بك أستاذ إمام، صباح الخير عليك، كل سنة وأنت طيب. صباح الخير عليك وكل عام وأنت بخير ومشاهديك داخل السودان وخارجه. كيف استقبلت العام الجديد 2020؟ استقبلته بقدر من التفاؤل للوطن ولي ولأسرتي الكريمة. نعم، إن شاء الله يكون عام خير. نسأل الله جميل ذلك. يعني نعم. على كل الناس. نبدأ أول الأخبار على موقع شروق. أول الأخبار اليوم استئناف التفاوض بين الحكومة السودانية والثورية الجمعة. أعلنت الوساطة الجنوبية استئناف جلسات التفاوض بمنبر جوبا بين الحكومة الانتقالية السودانية والجبهة الثورية يوم الجمعة. وكانت الثورية قد أعلنت الاثنين تعليق التفاوض مع الحكومة في مسار دارفور بسبب الأحداث التي وقعت بمدينة الجنينة في ولاية غرب دارفور إلى حين معالجة الأوضاع. وقال عضو الوساطة ديو مطوك في جلسة بجوبا بحضور عضو مجلس السيادة الناطق الرسمي باسم الوفد الهادي إدريس أن المفاوضات تستأنف بجلسة مع المفاوض محمد الحسن التعايشي ورئيس الجبهة دكتور الحركة الشعبية الشمال بقيادة مالك عقار بمناقشة الملف الإطاري المقدم من الحركة، خاصة أن الطرفين توصلا إلى اتفاق حول الكثير من بنود الاتفاق. نتحدث عن استئناف التفاوض بين الحكومة السودانية والثورية اليوم الجمعة، يعني نعم، خاصة والبلاد كما تعلم تحديدا يعني ولاية غرب دارفور تشهد بأزمة يعني حادة جدا وظروف موقفا مأساويا في هذه الأيام بمقدم العام الجديد. أما فيما يتعلق بمفاوضات السلام فهذا أحد المسارات المتفق عليها، وهذا المسار يعد من المسارات المهمة المتعلقة بمعالجة قضية السلام وإحداث قدر كبير من الاستقرار في المناطق التي تشهد مثل هذه الصراعات الدموية. كما أن التفاؤل يعم كثير من المفاوضين، مطلوب الإسراع باتخاذ خطوات عملية تؤكد مدى إلزامية هذه المفاوضات في تحديد نقاط الخلاف والعمل على معالجتها بأسرع ما يمكن، لأن الشعب صبر كثيرا على هذه المفاوضات فيريد أن يجني قدرا من ثمارها في الأيام المقبلات. نعم. أيضا يمكن يعني علق عضو الوساطة بأنه يعني ديو مطوك في الجلسة هتكون بداية يعني مع عضو مجلس السيادة والناطق الرسمي باسم الوفد الهادي إدريس، وأن المفاوضات استأنف التفاوض مع محمد حسن التعايشي ورئيس الجبهة الحركة الشعبية الشمال بقيادة الدكتور مالك عقار. نعم، هذه المسألة اتفق على أن هذه المسارات لا ينبغي أن تحصر في وفد محدد، سواء كان من الحكومة أو من الوفود المفاوضة من الحركات المسلحة، حتى يكون هناك قدر من المرونة. ثم إذا استشكل الأمر على الوفد المفاوض من هنا أو هناك فعليه الرجوع إلى المرجعية الأساسية في هذا الخصوص. فمن هنا نتوقع كما أشار عضو المجلس السيادي التعايشي من أن الأجواء كلها تبشر بأنه سيحدث شيء من الاختراق في المفاوضات التي ستستأنف اليوم الجمعة في جوبا. نعم، يمكن كما ذكر أيضا توصل الطرفين إلى كثير من الاتفاق في كثير من البنود. أستاذ إمام، كيف تقرأ الآن يعني مسألة التفاوض والاستئناف والطريقة ومسار التفاوض، كيف تقرأ؟ أحسب أن ما اتفق عليه الطرفان ينبغي أن يؤمن
ويتم التركيز على نقاط الخلاف، لأن هذه هي المسألة المحتاجة لقدر من التفاوض وتحريك هذه المفاوضات، قصد منها الإعجال بأمر التوافق حول القضايا الخلافية. أما ما اتفق عليه فهو ينبغي أن يوضع في جانب حتى يتكامل مع ما لم يتفق عليه الطرفان، ليتم التوافق على تلكم النقاط التي هي مثار التفاوض لما فيها من خلافات تحتاج إلى تحريك عجلة التفاوض لمعالجتها معالجة جذرية بإذن الله. نعم. ننتقل إلى خبر آخر، ومن الأخبار حميتي وحمدوك يقفان على حريق معسكر كيرندينغ. وقف النائب الأول الرئيس مجلس السيادة السوداني الفريق أول محمد حمدان دقلو، يرافقه رئيس الوزراء دكتور عبدالله حمدوك وأعضاء اللجنة العليا لمعالجة أحداث مدينة الجنينة على الأوضاع بمعسكر كيرندينغ في أعقاب الأحداث التي شهدها مؤخرا. وطاف النائب الأول الرئيس مجلس السيادة على أرجاء المعسكر وشهد حجم الدمار والخراب الذي لحق به، كما استمع لبعض المواطنين عن طبيعة ما حدث وأسبابه ودوافعه. وكان النائب الأول الرئيس مجلس السيادة الفريق أول محمد حمدان دقلو حميتي قد أكد أن الدولة جادة في تحقيق الأمن والاستقرار بغرب دارفور خلال لقاء جمعة جمعه يوم الخميس مع قيادات الإدارة الأهلية وعيان القبائل التي لم تشارك في الأحداث الأخيرة. وانعقد الاجتماع بقصر الضيافة بمدينة الجنينة بحضور رئيس الوزراء دكتور عبدالله حمدوك وعضو مجلس السيادة حسن محمد إدريس قاضي ووفد اللجنة العليا لمعالجة الأحداث. وقد أدت القسم يوم الخميس أمام النائب العام السوداني تاج السير الحبر لجنة تغسل الحقائق حول الأحداث. يعني معسكر كيرندينغ وهذه الأحداث التي يعني فجعت أهل الجنينة مع بداية العام الجديد، كيف تقرأ ما يدور الآن في غرب دارفور؟ بدءا نسمن التحرك السريع الذي حدث من قبل نائب رئيس المجلس السيادي الفريق أول دقلو الشهير بحميتي، واصطحب معه دولة رئيس الوزراء الدكتور عبد الله آدم حمدوك للوقوف على الأحداث الدامية في غرب دارفور، خاصة في ذاكم المعسكر الذي شهد قتالا عنيفا راح ضحيته عدد من الشهداء. نسأل الله لهم الرحمة وللمصابين عاجل الشفاء. لكن الذي استوقفني في أمر هذه اللجنة والوفد الذي ذهب إلى الجنينة حديث دولة رئيس الوزراء الذي هو منشور في كثير من صحف السيارة اليوم، أنه سيظل في الجنينة إلى أن تنجلي الأحداث الدموية هناك، وهذا يؤكد أهمية تلاصق وتلاحم القيادة بالقاعدة، خاصة وأن الخرطوم متهمة أنها انكفأت، أي أن حكومة دولة رئيس الوزراء حمدوك انكفأت على الخرطوم، فهذا إن دل إنما يدل على أن هذا الانكفاء لا ينبغي أن يكون قيدا على مسار تداول الحكومة، بل على الحكومة أن تسعى سعيا حسيسا وتذهب إلى هذه الأماكن التي تشهد مثل هذه الاقتتال للعمل أولا على إيقاف هذا الدم المهدور من دماء أبناء الشعب السوداني، ومن ثم معالجة الأمر بسرعة نافذة، خاصة وأن الوفود لم تقتصر على نائب رئيس المجلس السيادي ودولة رئيس الوزراء، بل امتدت إلى الذين يعنى الأمر
بالنسبة لهم معنى كبير، مثل وزير العدل والنائب العام، كل هؤلاء ذهبوا إلى هناك لمعالجة هذا الأمر والوقوف على مسارات بدايات عمل لجنة التحقيق العليا التي شكلت فور اندلاع هذه الاشتباكات المأساوية للتحقق ومعرفة حيثيات وأسباب اندلاع تلكم الأحداث. طيب، ما هو الوضع الحالي بمدينة الجنينة في غرب دارفور، خاصة وإنه ذكر في عدد من النازحين يعني خرجوا من منازلهم؟ نعم. خوفا وبحثا عن الأمن والاستقرار يعني. This is one of the consequences of الإشكال، يعني هذه إحدى تداعيات مثل هذه الصراعات القبلية المحلية، أن بعض الجهات إما رهبة وخوفا تنزح إلى مناطق داخل الولاية، أو البعض الآخر ينأى بنفسه من مثل هذه المواقع إلى البحث عن لجوء في الدول المجاورة. نعم. وهذا ما حدث، لذلك كان من المؤلم أن تكون مفاوضات السلام تتحدث لأوبة وعودة هؤلاء النازحين إلى قراهم ومناطقهم. نلحظ أن مثل هذه الأحداث الدموية تدفع بآخرين إلى النزوح واللجوء، وهذا أمر جد خطير، فلا بد من معالجته بأسرع ما يمكن. وما أشار إليه نائب رئيس المجلس السيادي حميتي فيما يتعلق بأن الأمر لن ينتهي بما جرت عليه كثير تقاليد في تلك المناطق بدفع الديات والعفو والصلح، بينما حرص هذه المرة أن يؤكد على أن الجناة لا ينبغي أن يجدوا فيما يتعلق بالديات ملاذا آمنا لعدم القصاص، ولا بد من القصاص، لأن في القصاص حياة لنا، كما نادى بذلك القرآن الكريم: ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب. هذا دليل على مسألة جدية هذه المعالجة هذه المرة، لأن هناك كثير لغط يدور في مسألة اشتباك هذه القبائل. وكان أيضا من المهم أن يلتقي نائب رئيس المجلس السيادي بعدد من نظار ومشايخ وعمد القبائل في تلك المنطقة التي لم تشارك في هذه الأعمال الدموية، حتى يعني يطمئنهم على حالهم وأحوالهم، وأيضا يؤمنهم على حياتهم وأعراضهم وأموالهم لتعيش هذه المدينة في وئام وسلام من جديد، بعد أن فوجع الكثيرون سواء كان في جنوب في غرب دارفور أو ولايات دارفور الأخرى أو حتى السودان بأكمله، أن إطلالة العام تكون فيها هذا الدم المهدور سودان. يمكن أستاذ إمام، دور المجلس السيادة ودور الدولة واضح، هو تحقيق الأمن والاستقرار. نعم. وتحقيق العدالة. نعم. يعني وإدانة المجرمين، لكن خلينا نتحدث ونحن في مرحلة سودانية مختلفة، مرحلة تحقيق السلام في البلاد، نتحدث على الدور المجتمعي. المجتمع. ما هو مطلوب من الشعب السوداني؟ كيفية العون والدعم لأهلنا بمدينة الجنينة غربي دارفور؟ أولا، الدور المجتمعي هذا ينبغي أن نركز عليه، ليس في إطار جهود الولاية فحسب، بل ينبغي أن يمتد هذا العمل
ليكون عملا توعويا شاملا. وأهم شيء في مثل هذه الصراعات هو السلاح، هذا الخطر، فلذلك لابد من التأمين والتثقيف والمثاقفة فيما يتعلق بجمع السلاح غير القانوني من سواء كان القبائل أو الأشخاص، لأن هذا الأمر فيه قدر من الخطر الداهم. كل ما اختلف اثنان من قبيلتين مختلفتين تصارعت القبيلتان من أجل المدافعة عن ابنها أو أبنائها. فعلينا أيضا في الوسائط الصحفية والإعلامية التقليدية والحديثة مع الدعم الحكومي ودعم الدولة بصورة أشمل في خلق هذه القنوات التوعوية من وسائط الصحافة والإعلام، وإحداث قدر من الاستفادة من منابر المساجد، خاصة منابر خطب الجمعة، أن تركز في هذا الأمر حتى تحدث قدرا من التجسير بين هذه القبائل، والعمل على تناسي المرارات الماضويات، حتى يتسنى للمجتمع ككل أن يعيش في سلام ووئام. نعم، خليني برضو قبل ما انتقل للخبر الأخير أثمن على جهود شباب ولاية الخرطوم ودعمهم الكبير لأهالينا بمدينة الجنينة، لأنهم قاموا بجمع عدد من التبرعات في 24 ساعة، يمكن وصل المبلغ مقدر لإرساله لغرب دارفور، وجمعوا عدد من الأدوية. هذا هو الدعم. نعم، وبعد المواني نعم. وتم إرسالها لمدينة الجنينة. نثمن هذا الدور ونطالب غيرهم من شباب الولايات الأخرى، لا سيما ولايات دارفور، أن يتجهوا هذا الاتجاه حتى يحدثوا تلكم اللحمة المفقودة بين شباب وأبناء ولايات دارفور المختلفة. نعم، أيضا من الأخبار، ترامب: الولايات المتحدة شريك ثابت للسودان. أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن الولايات المتحدة الأمريكية شريك ثابت للسودان في سعيه لضمان مستقبل مزدهر وآمن وديمقراطي، معربا عن تمنياته للحكومة الانتقالية والشعب السوداني بعيد استقلال آمن وسنة مزدهرة. وتلقى رئيس مجلس الوزراء السوداني دكتور عبد الحمدوك برقية تهنئة من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بمناسبة الذكرى 64 لعيد الاستقلال المجيد. وقال ترامب في برقية الموجهة لرئيس الوزراء والشعب السوداني: إنه نيابة عن الشعب الأمريكي وفي هذه اللحظة التاريخية غير المسبوقة التي يستعيد فيها الشعب السوداني حريته من جديد، تسنح فرصة نادرة لضمان تحقيق السلام والعدل والحرية لكل السودانيين وحماية حقوق الإنسان، ووضع على أساس الانتخابات المستقبلية والدستور الجديد. كيف تقرأ تعليق ترامب وهذه البرقية، برقية التهنئة؟ التهنئة جزء لا يتجزأ من المعاملات البروتوكولية في مثل هذه المناسبات، ولكن تضمنت في ثناياها بعض المواقف المؤيدة والداعمة للحكومة السودانية. نحسب أنه من الضروري أن تفعل مثل هذه الكلمات الطيبات بأعمال وأفعال حقيقية للمساعدة والتعاون وتحسين العلائق السودانية الأمريكية في كثير من المناحي. وأهم ما نتوقعه من الولايات المتحدة الأمريكية هو رفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب. فلا بد أن نستغل مثل هذه المعاملات البروتوكولية في التذكير بأهمية ذاكم الأمر الذي نحسبه قد يسهم إسهاما فاعلا في تعضيد جهود الدولة والحكومة
في تحسين الوضع الاقتصادي وتخفيف المعاناة من على عبء الشعب السوداني الذي تضرر كثيرا من المواقف الأمريكية، خاصة هذا الأمر المتعلق بوضع اسم السودان زورا وبهتانا في على قائمة الدول الراعية للإرهاب. من الأخبار أيضا، الجيش السوداني استشهاد 18 شخصا في سقوط طائرة عسكرية بالجنينة. أعلنت القوات المسلحة السودانية سقوط طائرة عسكرية عن طراز أنتونوف مساء اليوم أو مساء الخميس بعد 5 دقائق من إقلاعها من مطار الجنينة، وأكدت استشهاد جميع ركابها، وبلغ عددهم 18 شخصا بينهم عسكريين ومدنيين وضمنهم أطفال. وأكد الناطق الرسمي باسم القوات المسلحة العميد عامر محمد الحسن في بيان مساء الخميس استشهاد طاقم الطائرة المكون من 18 شخصا. أولا نترحم على هؤلاء الشهداء ونسأل الله تعالى أن يتقبلهم قبولا طيبا حسنا ويلهم آلهم وذويهم الصبر الجميل. وهم عندي تصديقا لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: من مات قريقا أو حريقا فهو شهيد، أي من مات محروقا أو قريق فهو شهيد. فلذلك هم شهداء بهذا. نعم، فهؤلاء شهداء نترحم عليه. وأيضا هذا الخلل الذي حدث في هذه الطائرة ينبغي أن تشكل له لجنة تحقيق، لأن بعض الأقاويل بدأت تذهب هنا وهناك دون أسانيد ودون معرفة ما في الصندوق الأسود لتلكم الطائرة. فأسرع ما يمكن أن تشكل الجهات المعنية لجنة تحقيق تحقق في هذا الأمر، ثم تعلن للشعب نتائج تلكم التحقيقات، حتى تخرس بعض الألسنة التي تثير بعض مواطن الفتن ومواطن الشائعات والشبهات. فلا بد من استيقان الحقائق وتبيان كل ذلك من خلال المعلومات الموثقة المستقاة من الصندوق الأسود لتلكم الطائرة. نعم، يمكن العميد يعني الناطق باسم القوات المسلحة ذكر بأنه يعني كل طاقم الطائرة المكون من 7 نعم أشخاص يعني كلهم توفوا في هذه الحادثة. نعم، كلهم استشهدوا، لأن الطائرة لم يسلم منها أحد أثناء إقلاعها. نعم، فتفجرت. لكن غير معلوم إلى الآن الأسباب والحيثيات التي أدت إلى تفجير تلكم الطائرة. إلى معرفة ذلك ينبغي أن نحرص على أن لا ندلي بأقاويل تثير قدرا من الفتن، وأيضا ينبغي أن نراعي أسر هؤلاء الشهداء حتى لا يحدث لهم قدر من الاضطراب المعرفي عن أسباب استشهاد ذويهم. نعم. آخر الأخبار على موقع الشروق النت اليوم، الإعلامية اللبنانية نجوى قاسم. توفيت الإعلامية اللبنانية البارزة نجوى قاسم التي تعد من أشهر مذيعات الأخبار في العالم العربي، حيث تعمل في دبي بحسب ما أعلنت شبكة العربية الخميس. تعمل في قناة العربية وتوفيت عن عمر 52 عاما. ونعت قناة العربية والعربية الحدث في بيان قاسم التي وفاتها المنية صباح الخميس في منزلها في دبي، ولم يأتي بيان على ذكر سبب وفاة المذيعة الشهيرة وفق فرانس براس. وإلى جانب تقديمها النشرات الإخبارية والبرامج الحوارية، عملت في تغطية عدد من الأخبار والحروب، ولا سيما في أفغانستان والعراق ولبنان وعدد من الدول المختلفة. أستاذ إمام، يمكن فجعت قبيلة الإعلاميين برحيل أيقونة إعلامية استثنائية نجوى قاسم. نعم. أولا الراحلة نجوى قاسم عرفت بقوة شخصيتها، وحجاجي في ذلك أنها نالت الكثير من الجوائز،
وفي عام 2012 نالت أيضا أو عرفت بإحدى النساء الفاعلات، النساء العربيات الفاعلات في المشهد السياسي، وهي عملت لسنوات عدة في تلفزيون المستقبل الذي أسسه الراحل رفيق الحريري دولة رئيس وزراء لبنان الذي أيضا كانت له صلات بالإعلام وتأسيس المؤسسات الإعلامية. ومن ثم بعد سنوات طوال في المستقبل رحلت إلى قناة العربية والعربية الحدث في دبي، واشتهرت أيضا بأنها كانت شجاعة وجريئة وحوارية بارعة جدا وذات حضور في الحوارات التلفزيونية التي أجرتها مع كثير من الشخصيات السياسية، وأيضا لها بعض اللزعات على بعض السياسيين، فكان فيها هذا القدر من الجرأة، واهتمت بقدر ملحوظ بالأحداث الجارية في السودان، لا سيما الثورة السودانية، وكانت ضمن الفريق الذي أرسلته قناة العربية إلى السودان لإجراء الحوارات واللقاءات والإفادات، وكانت ذات حضور يعني واضح في كثير من لقاءاتها. نسأل الله لها الرحمة والمغفرة، وأن يتقبلها قبولا طيبا حسنا، ويلهم ذويها وزملائها وأصدقائها الصبر الجميل. نعم، لها الرحمة والمغفرة. عشان كده أنا ذكرت أنها هي إعلامية استثنائية لما قدمته من دور يعني يشهد له، ويمكن خصصت قناة العربية الحدث ساعتين للحديث عن مسيرة الإعلامية نجوى قاسم. لها الرحمة وكانت والمغفرة. وكانت مهتمة بالشأن السوداني أيضا، هذا يجعلنا نتحدث عنها بهذا. نعم، ونترحم عليها، لها الرحمة والمغفرة، ونعزي كل قبيلة الإعلاميين وخاصة الزملاء في قناة العربية والعربية الحدث. وكذلك لا ننسى في ذات المنحة أن نعزي قبيلة الإعلاميين والصحفيين برحيل أستاذي فضل الله محمد، رئيس المجلس القومي للصحافة والمطبوعات الصحفية، ورئيس تحرير صحيفة الصحافة آنذاك، ورئيس تحرير صحيفة الخرطوم وقت ذاك، فتقبله الله قبولا طيبا وألهم آله وزويه الصبر الجميل. نعم، له الرحمة والمغفرة. شكرا أستاذ إمام محمد إمام، الكاتب الصحفي والمحلل السياسي، على هذه المساحة التحليلية لأهم الأخبار الواردة صباحا على موقع شروق نت، وأيضا أستاذ الإعلام بجامعة العلوم الطبية والتكنولوجيا. شكرا جميلا لك. شكرا لك. وإن جعلنا خواتيم هذه الحلقة فيها قدر من الحزن والحزائنية. نعم. تعرف الحزائنية طبعا. نعم. لكن كان لابد من أن يعني نذكر أشخاص يعني سطروا بأقلامهم وبأصواتهم وبأدوارهم يعني في مسيرة الإعلام. نعم. شكرا أستاذ إمام، ونتواصل مع كل مشاهدينا في كل مكان، من السياسة إلى السوح الرياضية والمستديرة الخضراء. بعد قليل رجعنا نتواصل من جديد مع كل مشاهدينا في كل مكان، وأهم الأخبار في السوح الرياضية دائما ما نخصصها في الساعة أو في الجزء الأخير من الساعة الثانية لكل عشاق الرياضة ومحبي كرة القدم. داخل الاستوديو معنا المحلل الرياضي والكاتب الصحفي عوض العبيد. صباح الخير عليك، كل سنة وانت طيب وسنة سعيدة عليك. صباح النور عليك يا لينا وعلى المشاهدين، وكل عام وانتم بخير. ان شاء الله انه يكون هذا العام عام خير ونماء وسلام ورخاء ان شاء الله. عام تطور في الكرة السودانية. وذلك دي نقطة مهمة جدا. طيب ننتقل لأهم الأخبار في السوحة الرياضية. يمكن المريخ بيجدد قيد أمير كمال ويكسب لاعب الجولف. نعم، بالتأكيد فترة التسجيلات التكميلية بدأت بالأمس. طبعا تحولت التسجيلات
يعني كانت في العادة التسجيلات التكميلية تأتي في منتصف العام، ولكن لتغيير خارطة الموسم الرياضي السوداني بما يتوافق أو بما يتماشى مع رزنامة الاتحاد الأفريقي تم تغيير فترة التسجيلات، حتكون من يوم اثنين من أمس لحد حتى العاشر من يناير. الأندية طبعا بتبدأ في أنها تحاول تدعم الصفوف باللاعبين، بتحاول أنه يعني ترمم الصفوف الفرقة وأنديتها بما يتوافق مع أنه تحقق إنجازاتها في الموسم. المريخ طبعا هو الآن بينافس على الدوري المحلي فقط، دوري الممتاز وكأس السودان، بالتالي في زي ابتعاد أو في يعني زي اتفاق على أنه النادي يتجه إلى الاعتماد على اللاعبين الوطنيين دون المحترفين واللاعبين الشباب تحديدا. في الفترة الفاتت من إصدار نادي المريخ أولى هذا الأمر اهتمام كبير من خلال تصعيد عدد من اللاعبين الشباب. شفنا عدد من اللاعبين الشباب كان بيكونوا في توليفة المريخ الأساسية، شفنا تصعيد للاعب محمد كلاسيك، شفنا اللاعب عبد الكريم عبد الرحمن المهاجم منتخب الشباب دائما بيشارك مع الفريق الأول، وصار في الاتجاه من خلال استعانة باثنين من اللاعبين بالأمس، كان في اللاعب صبري واللاعب أحمد اللي هو ملقب بطبنجة من لاعب من الجوز الخرطوم، هم لاعبين صغار. اللاعب طبنجة مشهور مع يعني ظهر بصورة لافتة جدا في دوري الدرجة الأولى الممتاز، دوري الدرجة الأولى بالخرطوم، هو بيلعب في خانة الطرف الأيسر، لاعب يتميز بمهارات عالية جدا، سريع ويعني مهاري بصورة كبيرة جدا، لفت الانتباه. المريخ استفاد من هذا اللاعب و عنده علاقات كبيره جدا نادي المريخ مع نادي الجوز من خلال عضو مجلس الاداره محمد موسى الكندو اللي كان دور كبير جدا في انه هذه الصفقه تكلل بنجاح وتتم. والمريخ تسلم خطاب شطب اللاعب، اللاعب سجل في الامس في الكشوفات، والمريخ استفاد منه في خانه الشباب لانه اللاعب من مواليد 2001. المريخ طبعا يعني امبارح انجاز كبير انه اعاده قيد القائد امير كمال، وأمير كمال من اللاعبين أنا في رأيي اللاعبين العظام جدا في مسيرة المريخ بصورة عامة، وحتى منتخب السوداني، وهو لاعب منضبط، لاعب يتميز بأخلاق عالية جدا، لاعب من المدافعين الأقوياء جدا على مستوى الساحة السودانية، لأنه بيلعب في خانة قلب الدفاع، وهو مشهور أنه بيلعب بيجيد اللعب بيجيد العنف القانوني. يعني كثير من اللاعبين في هذه الخانة بيميلوا للعنف، ويعني في النهاية بيضطروا لأخذ بطاقات صفراء وحمراء، ولكن اللاعب أمير كمال واحدة من ميزاته أنه هو كان ما بيتعرض لهذه البطاقات الملونة، أداؤه متميز جدا، لاعب في المنتخب الأول طبعا وقائد، وأنا في رأيي تجديده خطوة كبيرة جدا من مجلس الإدارة، ونتمنى أنه المريخ يتجه إلى إعادة قيد اللاعبين المطلقين صراحة اللي هم اللاعب التكت، لاعب محمد هاشم التكت، واللاعب محمد عبد الرحمن اللي الان الرؤيه حوله ما واضحه لانه اللاعب رفض عرض المريخ قدمه المريخ عن طريق رابطه الدوله قطر، وذكر انه عنده عرض احترافي خارجي، وحتى الان لم نرى هذا العرض او ما في رؤيه واضحه حول هذا، في حديث حول انه في فريق اماراتي في فريق، ولكن فعليا حتى الان ما في عرض. انا اخشى انه اللاعب محمد الرحمن يفقد فرصه التواجد مع المريخ، ويكون العرض يعني غير جادي، وفي النهايه يبغى فرصه دائما نعم يضطر انه ينتظر، لكن هي خطوه جيده المريخ يعيد قيد امير كمال ويستعين، واكيد المريخ طبعا عنده عدد من اللاعبين حيكونوا في الفتره الجايه ان شاء الله. نعم. ايضا اخبار الهلال يجدد للثلاثي ويؤجل قيد سمو الو ولاء الدين. نعم، الهلال طبعا ايضا اعاد خطوه مهمه جدا، قيد اللاعب عبد اللطيف بوي ايضا من اللاعبين المهمين جدا، اللاعب ايضا عبد اللطيف بوي يطلع باخلاق عاليه جدا، ولاعب منضبط ولاعب اخلاقه يعني ما شاء الله عنده تجربه كبيره مع الهلال، لاعب المنتخب الوطني الاول ايضا متميز جدا، وبيش صغير ايضا لاعب متميز الهلال اعاد قيده، وكذلك عمار الدمازيني من المدافعين المميزين جدا اللي بيتمازوا بالقوه والعنف القانوني ايضا في منطقه الدفاعيه. الهلال اجل قيد سموال ولاء الدين، في حديث حول انه سموال يعني تلقى عرض من احد الانديه الصينيه في الدوري الصيني، طبعا هي خطوه جيده جدا انه نسمع بلاعب سوداني في الدوريات، يعني في الدوري الصيني بنسمع به بنسمع لاعبين كبار يعني بعد ما يعني يكونوا في انديه كبيره بيصروا فتره مرحله من عمرهم بعدين بيمشوا الدوري الصيني، خطوه طبعا ممتازه اذا تمت، لانه ممتازه للهلال وحتى للاعب، يعني يكون الهلال يعني
تاس لاعب للدوري الصيني، واضح انه سمو قال استفاد من تجارب مع المنتخب الوطني، اكيد في وكلاء لاعبين بيكونوا استعانوا به اللاعب على اساس انه يتقدم في يمشي يحترف في الدوري الصيني. ولا الدين زي في خلاف حوله انه هو ربما يعني كان زي كان في اتفاق حسب معلومات انه في اتفاق في الاول معه، وثاني يعني مجلس الاداره لم يتصل به ليجدد ليقوم بالتجديد، وهناك ايضا حديث حول انه ربما يعيد قيد اليوم او غدا. الله يطعن والدين من اللاعبين انا في رايي المظلومين جدا في الهلال، لانه هو ما كان بيشارك بصوره مستمره، حتى مشاركاته محدوده لانه كان بيكون عنده فرص محدوده، يعني دائما يشارك في الشوط الثاني في اخر ربع ساعه اخر، فما ممكن انت تحكم على لاعب من خلال مشاركات محدوده. ايوه نعم نعم، ينبغي ان ياخذ الفرصه كامله. دائما انت في التسجيلات يعني بيكون الفهم انك انت يا اما تحافظ على اللاعب بتاعك يا اما تجيب لاعب افضل منه. اذا كان ما في لاعب افضل منه في الساحه ينبغي انك تحافظ عليه. نعم. طبعا الهلال عيد قيد ايضا اللاعب ولاء الدين ويعطى فرصه كامله، وانا والله تحسست جدا على ذهاب اللاعب صهيب الثعلب لاعب الهلال اللي انتقل الى احد انديه الدرجه الثانيه السعودي، لاعب الفريق المجزل السعودي، ولاعب صهيب ايضا من اللاعبين المظلومين لانه ما كان ايضا بيتاح له فرصه المشاركه بصوره منتظمه، دائما ايضا بيكون قاعد في الاحتياط. اللاعب صهيب الثعلب في الفتره الماضيه مع صلاح مداد ظهر بصوره ممتازه جدا مع هيثم مصطفى وصلاح، واثبت انه لاعب ممتاز، يعني اكثر لاعب بيجيد اللعب في يعني بينقل اللعب من الوسط الى منطقه الهجوم، وصانع العاب مهاري جدا وحريف، ولكن ما في مشاركات متواصله، ظهر بصوره ممتازه في الدوري ممتاز. المباراه اللي ظهر فيها بصوره ما كانت يعني باهته هي مباراه المريخ القمه، وطبعا مباراه القمه تختلع عن بقيه المباريات، حتى عدد كبير من اللاعبين ما كانوا بالصوره المطلوبه. للاسف يعني اللاعب تعرض لانتقادات حاده جدا لانه ما ظهر بصوره مميزه مع المريخ، فكانت انه مجلس الاداره فكر انه يستغني عن اللاعب، واللاعب ينتقل الان الى الدوري السعودي. هي خطوه طبعا ممتازه ايضا للاعب انه يلعب في دوري سعودي. طبعا صهيب لعب قبل فتره عنده تجربه مع فريق الفيحاء السعودي وساهم في انه الفريق يصعد للدرجه الاولى، وانا تخيلت تجربه بالنسبه له مفيده، اتمنى يستفيد منها ويعود ان شاء الله للسودان، يعني سواء كان للهلال او حتى لاي فريق ثاني بصوره افضل في الفتره الجايه. نعم. ان شاء الله. من الاخبار ايضا الشرطه القذارف تعاقد مع المدرب صبري عبد الله. نعم، الشرطه القذارف طبعا نترحم على مدربه الكوتش الفاتح حسن اللي انتقل يعني قبل فتره، نسال الله انه يتقبله. بعد ذاك المجلس الاداره سعى في انه يستعين كان في عدد من الخيارات للجهاز الفني. اللاعب مجلس الاداره اختار المدرب صبري عبد الله، وهو انا في رايي من اللاعبين المميزين جدا في الدوري الممتاز. هو يعني ما تولى الاشراف على فريق فتره طويله، ولكن كان مساعد للمدرب، يعني اشتغل مع الكابتن برهان تيه في الاهلي عطبره، اشتغل مع المدرب فاتح النجر في شندي فتره طويله، الان هو جاي من اهلي شندي من ما كان مساعد المدرب محمد عبد الله مازدا، مدرب شاب، مدرب ممتاز متطور، دائما حينما استعان به في عدد من المباريات كان بيكون متميز، يعني اشرف على كم مباراه مع الاهلي شندي كان لوحده، يعني صراحه كانت قراءاته جيده للمباريات، وهو لاعب خطوط وطني سابق، كان لاعب كره يعني لاعب كره متميز ايضا، ودي ذهبت انه يتميز من خلال مسيرته التدريبيه. هو الان يتولى امر فريق الشرطه القضارف، الشرطه القضارف فريق جيد يحتاج الى تدعيم بالصفوف، لانه الان وضعه في الروليت الدوري متاخر، رغم انه كان الشرطه في بداياته كان فريق مميز جدا، يعني حينما صعد وكان على تحت اشراف المدرب محمد الطيب مورينو كان فريق متميز، حقق نتائج جيده، يعني انتصر على المريخ وتعادل مع الهلال وغلب الخرطوم الوطني، كان متميز، ولكن الان يحتاج الى وقفه. وانا حسب معلوماتي ما لدي معلومات انه في مشاكل اداريه ربما هي سبب في يعني في تدني مستوى الفريق، اتمنى انه الفريق يعود لمستواه الحقيقي، وحتى لا تفقد القضارف هذه المدينه الجميله التي تعشق كره القدم ممثله في الدوري الممتاز، اتمنى الاهلي الشرطه يعود، وانا في رايي مهمه المدرب صبري ستكون صعبه، واتمنى له التوفيق في الفتره الجايه مع الفريق. الاتحاد السوداني يدرس عدد من السير الذاتيه لحسم ملف المدرب. نعم، طبعا الاتحاد انهى عقده او يعني خلاص عقده مع المدرب الصربي انتهى، الان هو اعلن انه يعني حتى تم فتح التقديم
لانتداب مدرب اجنبي. والاتحاد المره دي انا في رايي يعني اتخذ خطوه جيده انه حيستعين باثنين من المدربين، مدرب للمنتخب الاول والاولمبي ومدرب للمنتخب الناشئين والشباب. واحده من المشاكل السابقه في المدرب السابق قالت ان المدرب يشرف على كل المنتخبات، المنتخب الاول، المنتخب الاولمبي، منتخب الشباب، منتخب الناشئين، مما ساهم في ان المدرب ما يستطيع انه يقدم نفسه بصوره جيده. صراحه نتائج المدرب السابق مع المنتخب ما كانت جيده، الاتحاد نظر الى هذه النتائج، شيء طبيعي انه يبحث عن مدرب اجنبي او مدرب افضل. دائما الخيارات تكون المدربين الاجانب، المدربين الاجانب يعني عندهم طريقه افضل من المدربين الوطنيين، دائما بيتعاملوا مع اللاعبين بجديه وبحسم. الان في حديث حول انه الاتحاد العام يتجه الى التعاقد مع مدربين يعني لا يميل الى المدرسه العربيه، باعتبار انه المدربين العرب يعني ممكن شويه عندهم العاطفه يعني ما زي الاجنبي، الاجنبي دائما ذات الخوايات، يعني الاوروبيين صارمين جدا وبيتعاملوا بحسم وبانضباط عالي ما زي العرب، العرب شويه عندهم مرات احيانا تساهل. والمدرب الاجنبي الاوروبي ما بكون يعني احنا عندنا يعني اعلام يعني خلينا نقول مؤثر جدا، واعلام خلينا نقول يعني بينتقد نقد صارخ جدا بما يؤثر سلبا على المدربين. فالمدرب العربي دائما بيكون بيقرا الجرايد وبيكون عارف الحاصل من حوله وممكن يتاثر. الاجنبي ما يعني ممكن يكون حتى ما بيتكلم لغه عربيه ولا حتى بيعرف يقرا اللغه العربيه، عشان كده ما بيتاثر بالاعلام. احنا يعني اعلامنا يعني هو صراحة انه هو اعلام قوي جدا، لكن للاسف احيانا قاسي، يعني هو قاسي وقوي واحيانا بيكون يعني سلبي. نعم على صحيح. اداء المدربين وعلى اداء اللاعبين وعلى اداء المنتخب. نحتمل انه الفترة الجاية الاعلام يتغير من النقد الغير ايجابي، من النقد الغير بناء، من النقد البناء، نعم، الى النقد الهادف اللي من اجله ان احنا بنطور الكره السودانيه بما يؤثر ايجابا على مسيرتنا في المحافل الدوريه. لكن الاعلام من اجل انتقاد مدربين، يعني احيانا في عدد من الناس يتحدثوا ينتقدوا المدربين وهم ما عندهم حتى خبره في 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 في, في, في طريقه اللعب، في طريقه يعني مع احترام تقدير لكل الصحفيين والاعلاميين، ولكن فهذا الشيء لا يعطيه يعني. نعم، نتكلم بشفافيه في انه في الاعلام في انحياز، يعني انا مثلا هلالعبيه، انا من الخرابيه بنحاز لفريقي، رغم انه الحياديه مطلوبه في مثل هذه المواقف كمهنيه، عشان تتعامل بمهنيه كصحفيه واعلامي، الحياديه مطلوبه، يعني تقول الحاجه الصح والنقد يكون بناء، ما عشان انت فريقك هلال او مريخ تقوم تنتقد الفريق الاخر وغيره، بيؤثر سلبا على المدربين واللاعبين. نعم ده صحيح، هو انت ذكرتي امر مهم جدا، الانحياز وحتى الاهتمام بالمنتخبات ضعيف جدا. احنا الان كل اهتمامنا في صحافتنا الرياضيه منحصر حول الهلال والمريخ، المريخ والهلال، تسجيلات اداء الفرق، لكن ما بنهتم بمنتخباتنا وحتى اهتمامنا ضعيف جدا. يعني حتى الاعلام، انا بتكلم الاعلام هو مؤثر في الجماهير ولكن تاثيره للاسف سلبي. يعني حتى احنا منتخبات لما تشارك في 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 مباريات ما فيكون في حضور جماهيري، ما بنهتم، العكس تماما بيحصل لما يكون لاعب المريخ او الهلال مباريات افريقيه مع فرق اخرى، بيكون الاهتمام والتدافع الحضور الجماهيري ويكون في اهمال شديد جدا لمنتخب. نعم. احنا عموما نستبشر يعني ب 2020 عام مختلف، عام جديد، عام فيه اعلام حر، فيه اعلام جريء، فيه اعلام محايد ومنصف، وما يكون في اي مشكلات سواء كان على مستوى الكره السودانيه او حتى العالميه او حتى على مستوى الاعلام. شكرا لك كثير جدا عوض العبيد على هذه المساحه، المحلل الرياضي والكاتب الصحفي على تحليل اهم الاخبار الرياضيه اليوم. شكرا. شكرا جزيلا. شكرا ايضا للمشاهد الكريم في كل مكان. انتهى صباح الشروق لليوم في صباح الجمعه، ان شاء الله تكونوا استمتعتوا برفقتنا وتكون كانت حلقه مميزه ومرضيه لكم. شكرا فريق العمل، وحتى جديد اللقاء، اقعدوا عافيه، في امان الله، مع السلامه.